كان اليوم درسنا عن الأنماط وفي ووردبريس. فإذا ما هي الأنماط؟ فبكل بساطة عندما تذهب لووردبريس.org patterns هنا ويعني الأنماط، إذا ذهبت إلى هذا الرابط ستجد الكثير من الأنماط، وأنا أريد أن تراها وثم يمكنك أن تفهم ما هي. فمثلا لاحظوا، مثلا لدينا هذا النمط، ما اسمه؟ اسمه فولويد دارك بانر، يعني مثل بانر أو شيء في الأعلى، دعونا نقوم بالنقر عليه. فهذا ما هو؟ بكل بساطة هو عبارة عن صورة، والصورة فيها كلمة هنا، وهذه الكلمة يمكن أن تكون إعلان أو شيء كهذا، هذا اسمه نمط مثلا. فلننظر إلى الكود الخاص به، لا أعرف، يمكن أن نقوم بكوبي، نقوم بنسخه. فالآن سأذهب إلى الملف التست الخاص بنا، أو لا، سننشئ ملف جديد اسمه test patterns. فإذا لدينا هذا، لاحظوا، فما هو هذا؟ بكل بساطة لدينا WordPress cover، وهو مكون WordPress وفيه صورة معينة، جيد، وبداخله يوجد لدينا، يفترض، النص. ها هو النص، هو عبارة عن paragraph، لكن هذا الباراجراف فيه ستايل معين. فما هو النمط هنا في هذه الحالة؟ ما هو النمط؟ هو فقط مكونات ووردبريس مع بعضها البعض لها ستايل معين. الفكرة أن هذا الباترن يمكن أن أستخدمه، هذا النمط يمكن أن أستخدمه في أي مكان من الموقع، ليس في هذا المكان فحسب. دعونا نستمر بالتصفح لنأخذ فكرة ماذا يعني هذه الأنماط. فإذا سأعود للخلف هكذا نرى شيء جديد. فمثلا لاحظوا مثلا هذا فقط عبارة عن منشورات تأخذ العرض الكامل للصفحة، والتايتل للمنشور يكون كابيتال لتر. هذا هو عبارة عن النمط تم إنشاؤه. طبعا هذه الأنماط الموجودة هنا هي أعتقد المجتمع ووردبريس قام بإنشائها وإتاحتها بهذا الشكل. فمثلا لاحظوا هذا النمط هو عبارة عن فوتر، لكن بداخل هذا الفوتر يوجد لدينا هنا سيرتش بار، يوجد لدينا هنا يعني تواصل اجتماعي، يوجد لدينا هنا الكوبي رايت، وهنا السايت تايتل بليس هولدر. فهذا هو باتر. دعونا نقوم بكوبي هذا لنرى ما هو فعليا بالكود ما هو. إذا سأقوم بحذف هذا وإضافة البتن الذي وضعه. طبعا أنا أعتقد أن نحن وصلنا لمرحلة أننا نستطيع فك شفرة هذا الكود بكل بساطة، لأن هذا الكود ووردبريس جروب، يعني لدينا ديف مرر لها ستايلات معينة، هذه هي الستايلات، وأيضا لدينا ووردبريس جروب، يعني ووردبريس يعني ديفز بداخل بعضها البعض، ها هي نستة ديفز. وفقط لدينا هنا باراجراف، وبالنسبة للسوشال لينكس وضعها ضمن باراجراف. هذا الشيء يعود للشخص كيف يقوم بإنشائها. مثلا بالنسبة لي سأقوم بإضافتها بووردبريس ليست وليس بباراجراف، لكن لا مشكلة، كل شخص يكتب بالشكل الذي يناسبه. يعني فهو وضع كل اي تاج وضعه بباراجراف تاج. فإذا هذا هو النمط. فهل يمكننا أن نعرف ما هو النمط فعلياً؟ هل يمكننا أن يعني نصل لفكرة ما هو النمط؟ فالنمط بكل بساطة هو التالي، هو مكون ووردبريس أو مجموعة مكونات مع بعضها البعض. كما لاحظنا أن في النمط الأول كان لدينا كفر، إيمج كفر وعليها نص. في المكونات الأخرى كان لدينا قوائم، وكان لدينا باراجراف، وكان لدينا ديف. فإذا هي مكون ووردبريس أو مجموعة من المكونات من ووردبريس أو مكونات خاصة يتم وضعها معا تشكل شكل معين. هذا الشكل المعين يمكن أن أستخدم، هذا النمط المعين يمكن أن أستخدمه في أكثر من مكان في موقعي. فبالتالي يمكن أن أخذ هذا الباتر مثلا وأضعه في أي مكان من الموقع، جيد. بدل نذهب إلى 2024، جيد، ولنقوم بعرض الملفات 2024 وهو القالب الأخير في ووردبريس. لاحظوا أن هنالك بارتس، هنالك تيمبلتس وأشياء أخرى، لا مشكلة، وهنالك باترنز هنا التي أنا أتحدث عنها اليوم. فإذا ذهبت إليها سأجد لدي الكثير من الأنماط
ولكن هي ملفات PHP وليست ملفات HTML. فنلاحظ مثلا لدينا هنا بانر هيرو، البانر الذي يكون هكذا في أول موقع لإعلان معين أو شيء كهذا. لاحظوا لدينا هنا call to action، ولدينا هنا مثلا teams for column، team for column. ما هذا؟ لنرى هذا الشيء فإذا سأفتح ملف team for column column column. فإذا لاحظوا كيف يتم كتابة الباترن في القالب نفسه. يبدأ ب هو ملف PHP، وبالتالي يبدأ بترويسة PHP و بداخلها بعض المعلومات. كترويسة القالب يجب أن يتم تمرير معلومات لترويسة الأنماط بووردبريس. فما هي الترويسة؟ فإذا بداية لدينا التايتل اسمه، وهذا اسم النمط. السلاج ضروري جدا، لأن هذا السلاج يعطيك فكرة أن هذا البتن يعود للقالب خاص بك، فدائما يتم تسميته باسم القالب النيم سبيس، يعني الاسم القالب سلاش ثم اسم البتن. يمكن أن تعطي أي اسم سلاج أو اسم لطيف، يعني يجب أن يكون ما بين الأسماء، إذا كان أكثر من كلمة الاسم يجب أن يكون بينها داشز أو شرطات. يعني الكاتيجوريز، هنالك كاتيجوري محددة ينتمي إليها الأنماط، ويمكن إنشاء كاتيجوري للقالب الخاص بك، لكن هنا قام بإضافتها أن هذه كاتيجوري about و team، وهنالك معلومات أخرى أن على أي وقت سيتم عرض هذا النمط. فلاحظوا أن النمط فعليا كان ككود، كالكود السابق الذي أخذناه من موقع ووردبريس، هو أيضا مرة أخرى هو عبارة عن مكونات ووردبريس بجانب بعضها البعض لتشكل شيء معين. وبالتالي هنا لدينا الووردبريس جروب مثلا، وهنا لدينا هيدينج، لاحظوا، ولدينا هنا باراجراف، ولدينا هنا سبيسر، وهذه كلها مكونات ووردبريس. مرة أخرى أعيد وأكرر نفسي، تم وضعها معا. لاحظوا هنا كولومز أيضا مكونات ووردبريس. لكن الشيء المختلف أو الذي يمكنك أن تميزه، أن عادة في ملفات HTML في القالب نحن نكتب HTML فقط، حتى مكونات ووردبريس يعني HTML فقط، لا نكتب شيء آخر. لكن في هذه الملفات كونها ملف PHP فيمكن أن نكتب أشياء PHP. وبالتالي هنا هذا الشيء الذي كتبه هنا، لاحظوا كتب كود PHP. طبعا هو أراد أن مثلا كلمة meet our team، هذه الكلمة أو هذه الجملة، يعني هي جملة باللغة الإنجليزية، قام بتحويلها، جعلها قابلة للترجمة. فإذا لاحظوا جعلها قابلة للترجمة بإضافة escape html underscore x، وهنا أضاف الـ text domain لهذا الثيم الذي هو 2024. وبالتالي إذا أردت مثلا أن أضيف string وأجعله قابل للترجمة، فيمكن أن أضيفه بداخل button، يعني نمط. يعني إذا أنت مثلا تنشئ مكونات مع بعضها البعض وتضعها في التملت الخاص بك، لكن هنالك كلمات مثل meet our team، كلمات باللغة الإنجليزية تريد أن تجعلها قابلة للترجمة، فيمكن أن تضع المكونات التي في قالبك أو في النموذج الذي تعمل عليه، المكونات التي لها علاقة مع بعضها تجعلها نمط منفصل وتجعل السترين قابل للترجمة. هذه الطريقة، هذا الشيء أنا نوهت عليه بفيديوهات سابقة، فقلت لكم فيما بعد سأخبركم كيف تتم الترجمة. فإذا هذا الإجابة على السؤال الذي سألته أنا من فيديوهات سابقة، في فيديوهات سابقة. فلاحظوا أيضا مرة أخرى، فإذا هو استعان هنا بالأنماط لإضافة، مرة أخرى أكرر نفسي، مكونات تكون مع بعضها البعض لتشكيل شكل معين. هذا الشكل المعين يمكن بداخله أن أستخدم PHP، ويعني أستخدم PHP يعني يمكن أن أخذ كل تقريبا استخدم functions WordPress هنا، function WordPress هنا، ومعلومة إضافية للمستخدم المتقدم، أنت تستخدم أشياء WordPress، function WordPress التي تعمل في قوالب المكونات. يعني بعض الأشياء الكلاسيكية لا يمكنها أن تعمل هنا في هذا، لأن هذا النمط يتم رندر له بالمحرر، والمحرر يعمل على JSON، وبالتالي بعض الأشياء لا تعمل كالطريقة القديمة. هذه فقط ملاحظة للمستخدم المتقدم، إذا لم تعرف ما أقول قم بتجاوزها، جيد، واستمر معي الآن. فإذا هذا هو النمط الموجود هنا.
فإذا الآن ربما تسأل تقول هل يمكنني أن أنشئ نمط بنفسي في القالب الخاص بي؟ أقول نعم، لكن قبل ذلك أريد أن أريك هذا النمط فعليا على أرض الواقع كيف يبدو. فسنذهب إلى مظهر قوالب وسنذهب إلى 2024، ها هو سنفعله جيد، وسنذهب مثلا إلى صفحة، كل الصفحات سننشئ صفحة نمط سأكتب اسمها نمط فريق العمل مثلا ربما يكون جيد، وهنا أريد أن أضيف هذا. لاحظوا إذا قمت بإشارة نقر هنا أو هنا فهنالك شيء اسمه مكونات. مكونات بحد ذاتها يعني العنصر الصغير الموجود على الصفحة، مثل فقرة، مثل عنوان، مثل صورة، هذا مكون. النمط هو مجموعة مكونات أيضا موجود هنا، فهذا هو. لاحظوا يوجد الكثير من الكاتيجوريز موجودة لدينا هنا، فمثلا لاحظوا لدينا كاتيجوري هنا اسمه الفريق، وإذا لاحظتم أن في البداية عفوا في البداية هنا قال الكاتيجوري هو تيم، يعني هذا النمط سيتم إدراجه هنا في الفريق. فإذا لاحظوا هذا هو ما اسمه تيم members four columns، وهذا اسمه team members for column، وهذا الاسم والذي يظهر للعيان. السلاج هو الانترنال يعني بالبرمجة الداخلية تستخدمه، فإذا سأقوم باختياره وفقط تم إدراجه وانتهينا. فإذا لاحظوا meet our team طبعا تظهر باللغة الإنجليزية، يفترض أن تظهر باللغة العربية إذا كانت هنالك ترجمة، لأن هي تم وضع هذا السترينج قابل للترجمة، يمكن ترجمته. يمكنك أن تفكر بها من زاوية أخرى، أن مثلا الجميع يعرف تقريبا اللغة الإنجليزية، وبالمحرر يمكن أن أغير هذا الشيء. فإذا لا داعي أن يعني حسب الاستخدام، حسب المكان الذي سيتم استخدامه. إذا كنت تنشئ قالب يعني ليتم استخدامه في أي مكان فعليك أن تنظر لخيار الترجمة. أما إذا كنت تريد إنشاء قالب ليستخدم في حالة معينة، فإذا كان يعرفون اللغة الإنجليزية أو مثلا تريد فورا الوضع اللغة العربية، فإذا لا داعي لموضوع الترجمة في هذه النقاط فقط. طيب العنوان مثلا، العنوان فريقنا، لاحظوا هذا نمط، أنا الآن أستخدم نمط، وهنا سأكتب تصفح المعلومات حول فريقنا عفوا. جيد، هنا لاحظوا لدينا صورة، يمكن أن نضيف صورة واسم وأغير هذه المعلومات، أن هذا فلان وفقط. جيد، إذا قمت أنا بالنشر طبعا هذه الصورة يمكن أن تتغير وهذا الاسم يمكن أن يتغير، لكن إذا لا أريد تغييرها الآن. فإذا لاحظوا نمط فريق العمل، هذا اسم الصفحة، فريقنا هذه هي، وإذا هذا فلان هذا فلان هذا فلان هذا فلان، لا يوجد صورة فلم تظهر. فإذا لنرى بال HTML كيف يبدو ذلك، أنا أضعتها على فكرة، سأقوم بالنقر عليها مرة أخرى. نعم ها هي، فهذه هي البلوك. لاحظوا أعتقد الصورة لم تظهر. لنرى بالكود كيف عبر عن الصورة، وأين هي الصورة. طبعا هذا هو اللقب، وهذه هي، إذا أين هي الصورة. نعم ها هي الصورة، إذا لاحظوا هذه هي الصورة الموجودة هنا ووضعها بووردبريس ايمج. لاحظوا، فإذا هذا هو مكون ووردبريس تم إنتاجه، فإذا ووردبريس ايمج ووضع المعلومات هنا. طبعا أنا في المحرر الصفحة أرى هنالك صورة، لكن إذا لم أضف صورة فلن يتم إضافتها هنا. هل يمكن أن ننشئ النمط الخاص بنا؟ والإجابة بالتأكيد نعم. لنقوم بذلك. فإذا بداية سأغلق هذا بدون حفظ التغييرات وسأنتقل للقالب الخاص بي. إذا هذا هو القالب الخاص بي، وسأقوم أيضا من هنا بالتغيير للقالب الخاص بي. جيد، فأين هو؟ ها هي القوالب وهذا هو القالب، سأقوم بتفعيله مجددا. جيد، فإذا الآن هنا هذا هو القالب الخاص بي. أريد التأكيد أن هذا الملف وهذا الملف ليس له علاقة بالقالب، أنا أضفته هكذا للتدريب، وبالتالي سأحذفه. عفوا، فإذا حذفت هذه الملفات ليس لها علاقة بالقالب. جيد، فإذا هذا هو القالب الخاص بنا، فيه التمبلت، فيه البارت، فيه theme.json، فيه style.css، انتهينا. الآن سننشئ ملف مجلد فولدر جديد اسمه patterns، هذا ضروري
هذا ضروري والاسم هذا ضروري، يعني الأنماط، وهو اسم ليس يعني اسم يجب أن تكتبه نفسه حتى تعمل الأمور. جيد؟ فإذا الآن بالداخل هذا سأذهب إليه، وبداخله سأقوم بإنشاء النمط الخاص. فإذا ما هو النمط الذي نريد؟ فإذا سأكتب اسمه custom heading heading custom heading مثلا، وسيكون PHP، وكون هذا الملف PHP فبالتالي سنكتب هكذا PHP، وسنفتح الترويسة. بداية النيم أو التايتل كان اسمه، سنسميه custom heading، هكذا سنسميه. جيد؟ بالنسبة للسلاج، ما هو السلاج الخاص بهذا؟ سيكون custom heading صحيح، لكن أنا قلت لكم يجب أن تضيفوا text domain للقالب. ما هو text domain للقالب؟ موجود بملف style.css إذا أضفته، أنا لم أضيفه. فإذا يفترض التكست دومين إذا أضفت هكذا style.css يكون التكست دومين lwn test. جيد؟ فإذا بالتالي هنا السلاج الخاص بالباترن سيكون lwn test slash custom heading. جيد؟ يوجد أشياء أخرى يمكن أن أضيفها مثل الكاتيجوريز إذا أردت النظر إليها، فمرة أخرى يمكن أن أذهب إلى صفحة تيست مثلا، أي صفحة، وأكتب تحرير الصفحة. وهنا بالبلاس لاحظوا هنالك أنماط. طبعا هذه الأنماط لاحظوا هي ديفولت، يعني افتراضي تلقائي، ليس لها علاقة بالقالب. لكن في قبل قليل عندما قمنا بتفعيل قالب 2024 كان لدينا هنا كاتيجوري أخرى أو أصناف أخرى أو تصنيفات أخرى التي هي الفريق ولا أعرف ماذا. فإذا هنا لا يوجد فريق، أو يوجد لا يوجد. فبالتالي القالب الذي قم بتفعيله قبل قليل هو الذي قام بماذا؟ هو الذي قام بإنشاء كاتيجوري جديدة وأنماط جديدة أضافها لتلك الكاتيجوري الجديدة أو التصنيفات الجديدة. لكن هنا الافتراضية لدينا بانر، لدينا فوتر، لدينا بوست مثلا، هذه الكاتيجوريز الموجودة. أو يمكن فقط هذه هي ترويسات هيدينج، فأعتقد ستكون هيدينج، لكن حقيقة لست متأكدة من يعني الاسم، فسأكتب أنا categories هيدينج، لكن لست متأكدة أنها ستذهب إلى الهيدينج، سنرى. جيد؟ فإذا هذا هو البتن الذي لدي. فإذا قمت أنا بالتحديث الآن وعرض هنا أنماط، أريد الذهاب إلى الترويسة، هل ستظهر؟ هنالك 10 لنرى هل ستظهر في النهاية، لا أعرف، ربما لا تظهر بالهيدينج، سنرى، أو لأنها فارغة، أو نبحث عنها. كاستوم لم تظهر هنا، دعونا نرى شيء، نضيف شيء هنا، ما رأيكم نضيف ديف مثلا، عفوا، فإذا ديف هاي لنرى إذا كان سيظهر. سأقوم بالتحديث مجددا، والأنماط يفترض أن تظهر على فكرة، نعم ها هي، ها هي، فإذا كاستوم هيدينج ها هي، فإذا أضفتها سيظهر لي هاي. هذا هو مجرد يعني شيء بسيط، لكن أين تظهر هي فعليا؟ أريد أن أبحث أين ظهرت، يعني بأي كاتيجوري. فالترويسات أنا كتبت هيدينج فيفترض هنا أن تظهر، هذا إذا كان اسمه هيدينج، لا أعرف ما اسمه فعليا، فلم تظهر هنا. غير مصنف، نعم غير، ربما ظهرت هنا في غير مصنف. جيد؟ لأن ربما تصنيف هذا ليس اسمه هيدينج، فسأجرب الهيدر بالرغم أنني لا أريدها بالهيدر، لكن نجرب. نعم لاحظوا أعتقد ذهبت إلى الترويسات، هي ذهبت إلى الترويسات على فكرة. فإذا أردت إضافة للترويسات فعلي أن أضيف هيدر. جيد؟ فلا مشكلة، أنت إذا لم تراها فيمكنك أن تراها بغير مصنف أو تقوم بالبحث عنها. فدعوني أضيفها، فإذا custom heading، إذا ها هي. جيد؟ ها هي هاي. الآن أريد أن أقوم بفعلياً إضافة شيء لها، ليست فقط custom heading، أريد إضافة شيء يعني مميز، فلنقوم بذلك. فالشيء المميز الذي أريد إضافته، سأقوم بداية بتشكيل هذا النمط بالمحرر، ثم أنسخ الكود وأضعه بالملف. فالآن سأقوم بإنتاج هنا heading عنوان، إذن هذا هو عنوان، هذا العنوان سأضعه سأقوم بتجميعه بجروب بهذا الشكل، والآن أصبح هنالك عنوان. هذه المجموعة سأقوم
عرضها مثلا، أعطيها عرض مثلا 500 بكسل جيد، وبالعنوان هنا سأكتب مثلا شيء مثلا بليس هولدر هنا، فيمكن أن أكتب عنوان الفقرة، وأريد مثلا أن أقوم بجعل الخلفية مثلا سوداء، مثلا النص أبيض جيد، وهذه الفقرة ستكون H2، هذا العنوان H2، سأقوم بإنتاج شيء بعده وهو سيكون عبارة عن فقرة، وهذه الفقرة سأعطيها خلفية أزرق اللون أبيض، وهنا سأكتب هذه فقرة النص من النمط الجديد جيد. وأعتقد هذا فقط، يمكن أن نغير شيء مثلا شيء جديد، أعتقد هذا جيد. الآن هذه المجموعة سأقوم بنسخها، وأذهب لملفي الذي هو custom heading جيد، وأقوم بإضافة هنا هذا الذي كتبته بهذا الشكل. الآن الشيء الذي سأقوم به بكل بساطة، سأحذف هذا من هنا جيد، سأحذف هذا من هنا، سأقوم بالتحديث جيد، سأقوم أيضا بتحديث الصفحة، وسأقوم بإضافة النمط مرة أخرى، النمط الذي أنتجته. فإذا يمكن أن أبحث عنه custom heading، ها هو، لاحظوا أيضا يعطينا preview أو معاينة له، جميل جدا. فإذا هذا هو، فإذا تحديث تحديث ومشاهدة الصفحة، فإذا لاحظوا، فإذا هذا هو. الآن هذه الصفحة ما هي؟ صفحة تيست. فمثلا لو ذهبت لصفحة اختيارية جيد، وأريد أيضا أن أضيف لها الشيء الذي أنتجته قبل قليل، سأقوم بتحرير الصفحة، ومن هنا سأقوم بإضافة نمط سأسميه، ليس أسميه، نفس اسمه custom heading وأضيفه. لاحظوا هنا سأكتب يمكن أن أغير، يمكن أن أغير هذا، هذا ليس شيء نهائي، يعني ليس كلام نهائي، هذا يمكن تغييره. فإذن عنوان العنوان صفحة مثلا جديدة، وهذا فقرة مثلا سأكتب شيء هكذا، يعني أن فكرة أنه يمكن تغييره. فإذا الآن مشاهدة الصفحة مجددا، فلاحظوا الصفحة هذه الاختيارية قم باستخدام فيها هذا النمط بهذا الشكل وبهذه الكلمات، وهنا بصفحة تيست أيضا استخدمت فيها نفس النمط لكن بتكست آخر جيد. طيب الآن نأتي لموضوعنا، أن هذه كلمات باللغة العربية، وتعرفون أنا أكره أن نكتب باللغة العربية بداخل الكود، فدائما أفضل أن تجعلوا الكلمات العربية أو السنسكريتية أو أي لغة كانت، تجعلوها قابلة للترجمة بحيث يمكن ترجمتها لأي لغة ويكون استخدامها عالميا. ولكن فعليا الموضوع يعود، قبل قليل تحدثت عن نفس الفكرة، حسب الاستخدام. يعني مثلا إذا أنت متأكد أن هذا موقع أنت صنعته لشخص عربي سيبقى عربي، ويمكنك أن تستعين بمثل هذه الأمور، لكن من الأفضل إذا كنت تريد أن تكون أفضل عليك أن تقوم بجعل هذا قابل للترجمة، بحيث أن الشيء الذي أنت كتبته سيكون قابل لإعادة الاستخدام، ليس فقط للعرب أو ليس فقط للاستخدام العربي. فإذا الآن يمكن أن أقوم بجعل هذا قابل للترجمة، الذي هو عنوان الفقرة، بكتابة هكذا مثلا echo escape echo هكذا، عفوا يمكن أن أكتب، يمكن أن أكتب هكذا echo كذا. طبعا هذا الشرح شرحته أنا في درس الترجمة، عودوا إليه، أساسيات، ها هو، هذا هو أساسيات الأساسيات، تعودون لدرس WordPress Translation، ضروري ضروري جدا أن تعرف هذا الموضوع، لأن هذا الكود ستضاف في كل حياتك في مسيرتك بووردبريس. فإذا يمكن أن أكتب هنا this is title أو page title مثلا، وهنا أكتب التكست دومين للموقع الذي هو في حالتي LWN test. فإذا الآن مرة أخرى إذا أردت العودة مثلا، مثلا لأي صفحة، مثلا صفحة تيست، وحذفت هذا جيد، أريد أن أحذفه كله، كل النمط، وقمت بإعادة أو حفظ تحديث، يجب أن أحدث بدون تحديث، ومن هنا custom heading هذا، بدون لاحظوا ظهر لي هنا باللغة الإنجليزية جيد. لا مشكلة أنه ظهر باللغة الإنجليزية، بالملفات الخاصة بالترجمة يمكن، أو بالإضافات الخاصة بالترجمة يمكن أترجم هذا لتصبح باللغة العربية أو أي لغة كانت جيد. ف
هنا يمكن أن أكتب PHP جيد. فقط لا يوجد شيء، الأمور الأخرى متقدمة لا أريد التحدث بها اليوم، لكن هذا هو الموضوع أعزائي بخصوص الـ WordPress Patterns للمراجعة. WordPress أنماط WordPress ماذا تفعل؟ بكل بساطة هي مجموعة من المكونات التي يمكن أن نضعها معاً لتعطي شكل معين، يمكن أن نضعها بملف خاص اسمه يكون ملف PHP، وبالتالي يمكن أن نجعل الأمور أكثر ديناميكية أثناء إنتاج هذا الباترن. وبالنهاية يمكن أن نستخدم هذا الباترن بأي مكان من الموقع، بأي صفحة من الموقع. أريد فقط تنويه أخير للمستخدم، مرة أخرى المستخدم المتقدم، أريد تنويه أخير أو للمطور المتقدم، وحتى لو كنت غير متقدم ابقيها في بالك، عندما تصبح متقدم ستتذكر هذا الكلام، أن لا تعتمد على الأنماط لإضافة أشياء ديناميكية، يعني تفكر بالنمط أن هنا يمكن أن أفكر به كأي نموذج ووردبريس قديم، نموذج PHP قديم بالقوالب الكلاسيكية، أي يمكنني أن أضع أي شيء، مثلا يمكنني هنا أن مثلا تفكر، أنت تفكر لكن تفكيرك خاطئ، تفكر أن يمكن هنا أن أحصل على مثلا الـ ID المنشور الذي تم وضع فيه هذا النمط. ID المنشور، يعني هنالك function لID المنشور اسمه get the ID، فإذا أنت وضعت function get the ID أنت تفكر أن يمكنني أن أحصل على مثل هذا، وسيصبح أمور ديناميكية ممتازة وكذا. بداية بعض functions كما أسلفت أنا بأول فيديو، بعض functions القديمة لا تعمل بالأنماط، يعني مثل get the ID لا يعمل. الموضوع الثاني أن إذا قمت بإضافة ديناميكية معينة هنا على هذا الشيء وتم تعديله من قبل المستخدم النهائي، في النهاية هذه الديناميكية ستخسر بعض من خصائصها، فعليك أن تفكر بطريقة أخرى لحل مشكلتك التي أنت فيها الآن. فالموضوع الأساسي أن تقوم باستخدام الأنماط لشيء، على أغلب الأحيان تكون هذه الأسباب، تريد أن تضع مكونات معا تشكل شكل معين، تريد استخدامها بأي مكان بكل مكان، والموضوع أن تريد أيضا أن تجعل بعض الأشياء مثلا ربما قابلة للترجمة، تريد إضافة بعض الأشياء الديناميكية باستخدام بعض الأشياء ليس كل الأشياء، ونقطة آخر السطر فقط. فإذا الباترنز هي جميلة رائعة، يمكن أن تستخدمها للكثير، لكن هي ليست يعني خاصية يعني خارقة جيد، هنالك بعض المشاكل فيها التي لا يمكن أن تستخدمها فيها. لحل المشاكل الديناميكية يعني باستخدام أمور مثل get the ID وهذه الأمور التي تحدثت عنها، فهنالك طرق أخرى لحل هذا الموضوع يمكن أن أتحدث عنه بكورس متقدم. فأعزائي إذا كان هذا الفيديو مفيد فأنا سعيدة أنه كان مفيد بالنسبة لكم، إذا فهمتم جزء كبير منه هذا شيء جيد. الأجزاء التي لم تفهموها لا مشكلة، أنا تحدثت عن بعض الأشياء المتقدمة قليلا فيمكنكم تجاوزها، فلا داعي للتوقف عنها، وهذا فقط. فإذا شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نلتقي قريبا بفيديو جديد.